جمع الباحثين العرب في هذه المنصة ومن دول مختلفة وحتى في الخارج خارج الوطن العربي أن يلتقون. وثم جاءت الآن التقنية الاجتماعات عن بعد، الحقيقة زادت زخم هذه المنصة. وما نراه الآن من المحافل التي تعقد في هذه المنصة والورش العمل والمؤتمرات حقيقة تبعث على الارتياح حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ضيف الله بمحمد الضعيان، أستاذ مشارك في قسم الكيمياء جامعة الملك سعود في كلية العلوم. نعم، أنا من الأصل من القصيم، من مدينة اسمها البكيرية، هي الآن أصبحت مدينة، في السابق كانت يعني قرية صغيرة إحدى مدن القصيم. مدينة اشتهرت بالعلماء، في منها كثير من العلماء اللي كانوا يعني في القضاء، الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، وغيره من القضاة السابقين، الشيخ محمد المقبل وغيره من محمد بن عثمان الشاوي، يعني اشتهرت بالعلماء من عهد قديم. أيضا اشتهرت المدينة بأئمة الحرم، الشيخ عبد الله الخليفي، الشيخ محمد السبيل، الشيخ الآن الدكتور عبد الرحمن السديس اللي هو الآن رئيس العام للحرمين الشريفين في رئاسة الحرمين، هم كلهم من هذا البلد. فهي مدينة مشتهرة بالعلماء. ولدت في هذه المدينة البكيرية وترعرعت فيها ونشأت فيها. والدي رحمه الله كان يعني تاجر، يعني تاجر قصدي أنه يعمل في التجارة، ولكن بالأسلوب البسيط في نفس القصيم في نفس المدينة. اشتغل فترة في الزراعة لما كنت صغيرا قبل أن أدخل المدرسة، وسكننا في المزرعة وأنشأ مزرعة، حفر بئر ومزرعة، لكنه تركه وعاد إلى موضوع البيع والشراء في البلد. درست المرحلة الابتدائية والمتوسطة في نفس البلد، ثم بعد المتوسطة لم يكن هناك ثانوية في البكيرية، وعدد من المدن القريبة أو القرى كانت قريبة منها لا يوجد فيها ثانوية، لكن في ثانوية وجدت في منطقة اسمها المفرق. هذه مفترق طرق لعدد من المدن أو القرى اللي كانت هناك، منها البكيرية، البدائع، رياض الخبراء وهكذا. فكانت هناك ثانوية المفرق، فدرست فيها المرحلة الثانوية في الاختصاص طبعا علمي، المسار العلمي. في أي سنة كان؟ تخرجت من المرحلة الثانوية في عام 1399 هجري، يعني تقابل تقريبا 1989 ميلادي. نعم. 79 عفوا. 79 ميلادي. نعم. بعدها لم يكن في القصيم جامعة، كان في فرع لجامعة الإمام محمد بن سعود، لكن فقط كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. فوالدي رحمه الله قال لمذا لا تدخل في إحدى هاتين الكليتين؟ قلت له يا أبي أنا تخصصت علمي وأبغى أروح أدرس علمي يعني. فذهبت إلى الرياض والتحقت بجامعة الملك سعود، كان وقتها اسمه جامعة الرياض، وعلى بداية دخولي فيها يعني غير اسمها إلى جامعة الملك سعود. نعم. كان هناك أمامي طبعا كل الاختصاصات مفتوحة، كل الكليات أمامي مفتوحة، أنا تخرجت علمي بتقدير جيد جدا، كان يمكن أروح لأي كلية، الطب، الهندسة، غيره. لكن كانت هوايتي أنا أن أكون في التعليم، فكانت فكرتي قلت يعني
الطبيب يهتم بالأجسام وبال يعني بالصحة نعم، والمهندس يهتم بالبنايات والجسور والطرق وكذا، أنا أريد العقول، أنا أريد أن فكانت فكرتي أني أدرس وثم أرجع وأدرس في نفس القصيم وفي نفس البلد. لذلك تخصصت، دخلت كلية التربية قسم كيمياء، كان عندنا كلية العلوم وفي كلية التربية وكليات أخرى، لكن كلية التربية هذه فيها أقسام من العلوم، فالطلاب الذين يتخصصون مثلا تخصص كيمياء أو فيزياء أو رياضيات في التربية يدرس مواد تربوية ويدرس مواد العلمية هذه. فأنا كان هدفي أني أدرس وأرجع أكون معلم في الثانوي مثلا في القصيم أو في كذا، فدرست بهذا الشكل. الكلية مرحلة الكلية في مرحلة الكلية نعم. إيه الماجستير متى كانت؟ فعفوا لما أني نعم تخرجت من الثانوية من الجامعة من الكلية أيضا بتقدير جيد جدا، كنت أريد أني أرجع للقصيم، لكن هناك بعض الأساتذة جزاهم الله خير الدكاترة عندنا قالوا لماذا لا تكون معيد في الجامعة وتبقى في الجامعة وتبتعث للدراسة فلذلك انتقلت لكلية العلوم، وفي كلية العلوم أكملت المواد التي لم أدرسها، يعني درست مكانها مواد تربوية فدرست هناك، وبعدها ابتعثت لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة مانشستر في بريطانيا. يعني أنا أقول الحمد لله ما لم أمر بصعوبات كبيرة يعني، لكن يعني أتذكر لما كنا في البلد في البكيرية في القصيم في بدايات يعني الدراسة، كنت طبعا أنا الوحيد في أسرتي اللي أدرس، أنا أكبر أبناء أبي الذكور، فيها أخوات أكبر مني، لكن في ذلك الوقت لم يكن في مدارس للبنات، يتكلم عن عام 1300 لما دخلت المدرسة، يعني في عام 86 هجري مثلا، تقول 76 ميلادي نعم. فذاك الوقت ما كان في مدارس البنات، فكنت أنا الوحيد اللي أدرس، يعني والدي ووالدتي غير متعلمين يعني، وليس عندي إخوان أو أخوات يدرسون، فكنت أنا الوحيد، حتى ابناء عمي وكذا أيضا نفس الشيء، أنا أكبرهم، فكان في طبعا صعوبة أنك في أي يعني شيء يعني قصدي انك جديد في المدرسه وما في احد في اسرتك قبلك مثلا يدرسك ولا يعلمك ولا كذا، لكن في نفس الوقت كان والدي الله يرحمه مهتم جدا بالدراسه، وكان اي شيء يعني يذلله لي. اذكرني لما اردت ان ادخل المدرسه دخلت المدرسه في الاولى ابتدائي يعني، وكان عندي جرح في يدي هنا هل يسمونها الآن لشمانيا تقريبا، اللي شيء يأكل الجلد، فلما رأوه المدرسة قالوا لا أنت هذا يمكن يكون معدي، ما تدرس، منعوني من الدراسة. فجلست تقريبا شهرين حتى برئ الجرح ورجعت دخلت المدرسة، فسبقوني الطلاب في يعني في المواد الدراسية وغيرها كذا، حتى الكتب بعد وزعوها وانتهت، يعني ذهب والدي إلى بريدة واشترى لي كتب وأتى بها. نجحت في نهاية السنة، لكن النجاح ليس متميزا، فأحد المدرسين جزاه الله خير قال لأبوي أقترح أنك تخليه يعيد السنة ليكون أقوى، فقال أبوي اللي تراه، فجعلوني أعيد السنة الأولى ابتدائي. أول ابتدائي؟ إي أعدتها مرة ثانية وأنا ناجح، لكن يريد أول ابتدائي ما يقوم به أمور معقدة يعني، ما هي معقدة لا، طب تعرف بدايات الواحد في الهجاء وفي وفي القرآن وتعليم الحروف والحساب وكذا، أول أربع سنين يتساهلون يعني، يقول لك حيتعلم لا ما أخذ بالأول يتعلم بالثاني، ما أخذ والله بالثاني. في ذاك الوقت كان في تشديد شوي ذاك الوقت الأول يبدأ إي نعم، لكن أنا أقول لك نجحت يعني، لكن
كان رأي الأستاذ هذا أني أعيد كان يكون أقوى، وكان هي حقيقة اختيار الصحيح، لأني بعدها الحمد لله كنت متميز بعدها، وصرت تقريبا دائما الأول الثاني كل في كل مراحل الدراسية يعني بعدها يعني، فكانت جيدة. فأقول لك هذه من مثلا الصعوبات اللي مرت معي في البداية، ولكن الحمد لله يعني بعدها يعني كل الأمور كانت جيدة. طبعا كان في تلك الفترة ما عندنا الكهرباء، هذا ضمن التحديات، أي عدم وجود الكهرباء، عدم وجود الكهرباء، كنا لازم نذاكر بالنهار، وإذا اضطريت في السراج اللي على الغاز على الكيروسين كنا بالليل، ولكن فقط بعد المغرب كذا، وبعدها لابد أن ننام خلاص. نسيت متى دخل الكهرباء، في أي سنة كنت، يمكن ثالث ابتدائي رابع ابتدائي دخل الكهرباء عندنا، فهذا أيضا من يعني التحديات. كان أهلي يركزون على دراستي، ما عندي مشكلة، لكن كنت أحيانا أذهب مع أبي للدكان، كنت أحيانا أرعى الغنم لأهلي إذا رجعت من المدرسة، في تقريبا في مرحلة المتوسطة أو آخر ابتدائي، وبدأت في فترة الربيع كان عندنا أغنام في البيت، فكنت أحيانا طبعا في راعي في البلد يأخذ أغنام البلدة كلها، لكن أحيانا يكون ما فيه، يكون الراعي هذا عنده ظرف أو غير موجود، فصار الأهالي كل يعني يرعى غنمهم. لو أنا أقول لك الحقيقة هي من أفضل فترات حياتي الفترة اللي كنت فيها أرعى الغنم، يعني لأني كنت أخرج للبر ولا ليس عندي أحد، صفاء الذهن ولا هذه الأغنام والترعى، وكنت إيش كنت مغرم بالقراءة في ذاك الوقت، فكنت أخذ معي كتب جميل وأقرأها، نعم يعني إما روايات إما قصص، نعم إما كتب يعني كانت في ذاك الوقت صور من حياة الصحابة دكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، اللي هي إلى اليوم لا تزال هي منتشرة ويستفيد منها النشء استفادة كبيرة، فكنت ذاك الوقت مغرم بها، كنت أقرأها بنهم حقيقة، وكنت حتى أني أتمنى لا تغيب الشمس، لأن يعني إذا غابت الشمس خلاص لابد أن أرجع بغنماتي، فكنت أتمنى أن يطول النهار لأكون خلاص يعني مستقل لوحدي وبعيدا عن الناس وبعيدا أتحكم بوقتي يعني. ولكن الحمد لله يعني كانت من فترة جيدة، وما ما مريت بصعوبات يعني كبيرة. طبعا صعوبات البعثة فيما بعد، طبعا يعني بلد جديد تذهب له، أول مرة أسافر يعني خارج المملكة، ذهبت إلى بريطانيا إلى لندن مباشرة يعني. شو التحديات اللي كانت شفتها؟ يعني أقصد مثلا اللغة الإنجليزية، يعني إحنا درسنا هنا، البيئة تختلف طبعا طبعا إيه، لكن الحمد لله أنا كنت تزوجت طبعا وأخذت زوجتي معي، وكانت عونا لي حقيقة، نعم. ولكن صعوبات اللغة طبعا كانت في أشياء تحديات أخرى في الغرب يعني يواجهها الطالب أو الباحث، يعني هو الحقيقة في البحث العلمي لابد يواجهها الحقيقة، لأنه أنت تأتي إلى مجتمع مختلف عنك، وأحيانا يكون في نوع من يعني ما أقول عنصرية، أحيانا يكون يعني عدم الفهم، يعني أنت جاي من بيئة مختلفة لغتك ضعيفة، ويعتمد على التيم اللي معك، يعني احيانا يكون حتى ما في عرب معك او ما فيه، نعم كذا كلهم، احيانا يكون المشكله اذا كانوا معك من نفس البلد يعني، نعم مثل كلهم من انجليز مثلا، فتجدهم شوي يعني اما يتحيزون ضدك او لا يهتمون بك او لا يساعدوك كثيرا او كذا، فكانت هذه من التحديات. يعني تذكر في قضية الاختصاص، أنا طبعا ذهبت اختصاص كيمياء يعني، لكن لما أردت أن أتخصص تخصص دقيق، كنت أعجبت بأستاذ كان عنده يصنع ينتج النفط من خلال الأوراق الشجر، فعنده بروجكت، عنده مشروع يعني يأخذون أوراق الشجر لتتساقط في وقت الخريف ويعالجونها ويتم لها ضغط معين وتحت ظروف معينة ويخرج منها يعني النفط
حتى كنا نرى قطرات نفط كذا، فعجبت أنا بهذا يعني الأمر، فقلت أتخصص فيه. فأذكر ناداني المسؤول عن الدراسات العليا وقال لي أنت جاي من بلد صحراء، ما عندكم أشجار أصلا، وما عندكم يعني أوراق تتساقط مثل ما عندنا في أوروبا وفي كذا، حتى واحد يستفيد منها ويحولها. أي ثم أنت بلدكم بلد نفطي كله أصلا بالنفط، فإيش تحتاجون النفط اللي من الآن يسمونه بايو فيول يعني. نعم. قال لي تخصص فيها في مجال فلان عند البروفيسور فلان اسمه جون دواير، كان أستاذنا يشتغل في مواد اسمها زيولايتس. زيولايتس هذه هي مواد اسمها هي كريستالاين ألومنيوم سيليكيتس، يعني مواد من الألومنيوم والسيليكا. الأخوة المتخصصين يعرفون هذا، هذه تستخدم كثيرا في كمواد حافزة كاتاليست في عمليات تكرير النفط. فقال هذه اللي تفيدك أنت في تخصصك وفي بلد عندكم يعني النفط. فكان هذا هو الاختيار الجيد حقيقة، تخصصت في هذا المجال اللي هو مجال الفيزيكال كيمستري اللي هو يعني الزيولايتس. وكانت أبحاثي فيها، ثم نفس الدكتوراه أيضا كانت في نفس المجال. والله شوف هو في الدراسة كنا ماشيين فيه، لكن كانت طبعا وقتها كان لوقتها كانت أحداث كبيرة يعني، كان حدثت يعني من ضمنها أهم أحداث هي أزمة الخليج، أزمة الكويت. كانت في الفترة هذه كنت هناك أنا، فالحقيقة يعني كانت أزمة كبيرة يعني، وصار الناس العرب أتكلم عن العرب والمسلمين قسموا في ذلك الوقت، هناك من وقف مع العراق وهناك من وقف مع الكويت ودول الخليج. فكانت الحقيقة يعني أزمة كبيرة أثرت فينا كثيرا يعني حقيقة، وصارت يعني وتعرف هناك جو مفتوح، ما هو مثل يعني إحنا بلداننا كذا، صار مفتوح وكل يتكلم بما يشاء، سواء في المساجد، في مساجد الجامعة، في مظاهرات اللي تحدث، في غيره، في الإعلام. فكانت الحقيقة حدث كبير يعني أثر علينا كثيرا في تلك الفترة يعني. والله طبعا لا شك الشخصيات حقيقة عديدة اللي فعلا أثرت في حياتي. طبعا لا شك أن يعني أول الشخصيات هو والدي رحمه الله. يعني والدي رغم أنه ما كان يعني متعلم، لكنه كان مهتم بقضية العلم. يعني ما كان يرد أي طلب إذا كان من المدرسة مثلا. يعني والدي كان شديد مثلا، يعني حتى اني العب بالشارع وكذا احيانا بذات لما كنت صغير ما كان يسمح لي. لو كنت مثلا بذهب زياره مع زملائي او رحله وكذا ما كان يسمح لي، لكن اذا كانت عن طريق للمدرسه وتاكد ان الامر يخص المدرسه فما عنده، يعني عنده ثقه كامله بالمعلمين واهميه انه يعني اني يعني التزم في المدرسه وكذا. فاثر فيني في هذا الجانب. من جانب اخر ايضا اثر فيني في قضيه الالتزام الديني الحقيقه. يعني ابوي يعني كان بالنسبه للصلاه كان لا يتهاون فيها ابدا، وكان هو يخرج للصلاه من قبل الاذان. طبعا مع كل الاخوه والاخوات كل البيئه يعني. البيئه عموما ايه، لكن بحكم اني انا اكبر اخواني يعني. فكان لا يتهاون في اني لا اصلي في المسجد او في كذا. فكان هذا طبعا اثر فيني. في مجال الدراسه الحقيقه اثر فيني كثير من المعلمين الحقيقه. كان منهم هذا الذي ذكرت لك قبل قليل، الذي يعني طلب من والدي ان يعيدني للسنه الاولى. هذا الاستاذ اسمه صالح الراجح. كان يدرسنا حقيقه في الابتدائي، في الاولى ابتدائي والثاني والثالث وكذا. وكان متميز جدا رحمه الله، توفي. فحقيقة شخصيته أثرت فيني. من الشخصيات أيضا الأستاذ عبد الرحمن الخليفي، عبد الرحمن بن سليمان الخليفي، هذا أيضا درسنا في الابتدائي، ممكن في المراحل العليا في الابتدائي. كان متميز جدا، حتى الآن كل ما أراه وأخذ أولادي معي أقول هذا أستاذي، وهذا يعني ممن فعلا تأثرت فيه. في المرحلة المتوسطة أيضا كثير أثروا فينا، لكن من أكثر من أثر فيني هو أستاذي وأستاذ محمد الغنام. كان يدرسنا دراسات إسلامية، ولكنه كان مربي فاضل،
ويعني كنا نستفيد منه في تربيته وفي توجيهه لنا في عموما في الحياه عموما. فكان الحقيقه ولا تزال علاقتي معه يعني جيده ومتواصله. في المرحله يعني الثانويه انتقلنا من خارج الديره الى ثانويه المفرق. كان ايضا كثير من المدرسين، لكن عندنا كان وكيل الثانويه اسمه الاستاذ منصور البريكان، كان هو حقيقه مثال يحتذى ومربي فاضل، اثر في جيلنا كله حقيقه بتربيته وسمته ويعني اهتمامه بنا، وايضا لا نزال متواصلين معه يعني. في الجامعه ايضا اثر فينا عدد كبير، ولكن كان الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز السحيباني، يعني هو الحقيقه استاذي اللي هو تقاعد قبل سنوات قليله، هو اللي اثر فيني، وهو الذي يعني الزم علي ان ابقى معيدا في الجامعه وان ابتعث. وقلت لا، انا اريد التدريس. قال خلاص تذهب وتكمل الدكتوراه وتاتي وتدرس في الجامعه، تدرس ناس ناضجين يعني. لما قلت له انا اريد اني ابني العقول، قال تبني عقول الطلاب في الجامعه، هذول اكثر نضجا من طلاب المراحل الثانويه وكذا. فكان يعني اثر فينا وكان يتابعنا يعني في البعثه وبعد عودتنا، وكان حقيقه يعني موجه لنا حقيقه. ف يعني هذا من ابرز ممن تاثرت فيهم حقيقه يعني في حياتي من الشخصيات. نعم. والله طبعا تعرف يعني كاي استاذ جامعي لابد يكون مشتغل في البحث العلمي. فيعني انا بحكم اختصاصي كما ذكرت لك اني في الزيولايت، فاشتغلت في ابحاث في هذا الجانب. وتعاونت حقيقه مع اساتذه من زملائنا سواء كانوا معنا في الجامعه او من خارج حتى البلد. يعني الجامعه عندنا تدعم المشاريع البحثيه وتشجع على التعاون الدولي. فكان لنا مشاريع مشتركه مع يعني باحثين في الخارج، يعني من اكثر من تعاوننا معهم كانوا في جمهوريه التشيك وايضا في الصين. فتعاوننا في مشاريع بحثيه وكانت كلها تدور حول الزيولايتس وحول يعني الاستفاده من هذه المركبات ل يعني تحويل الالوفينز والالكحولز والكيتونز وغيرها لاكسدتها، ويعني عمل اعمال يعني تحولها الى مواد يعني مفيده ونافعه وبوليمريه وغيرها. فكان اشتغلنا في هذه المجالات في عده يعني ابحاث منشوره في هذا مجال الزيولايتس، واللي هي انواع كثيره. الزيولايتس حوالي 200 نوع، اللي هي زي ما ذكرت هي مواد بلوريه من الالومنيوم والسيليكا، ويمكن التحكم فيها وتحكم في يعني لها هي مسامات، لها بورز يمكن التحكم فيها، وتسمى شيب سيلكتيف، يعني انها تستطيع انها تسمح بمرور جزيئات صغيره وتمنع من جزيئات كبيره. ولذلك يستفاد منها في قضيه الفصل، يستفاد منها في كثير في امور يعني اللي يسمونها ايونكس تشينجرز، مبادلات ايونيه، في حتى في امور طبيه، في دراج ريليسنج وغيرها. فأشياء كثيرة اشتغلنا فيها في هذا المجال. نعم. من الإنجازات أيضا كان عندنا براءة اختراع في يعني تحضير ما نسميها الآن الأسبرين، اللي هو يعني نعم أسيتايل سلسيليك أسيد، نعم، اللي هو يسمى طبيا بالأسبرين. تم التسجيل في الجامعه يعني كبراءة اختراع؟ لا، سجلناها في اوروبا في نعم نعم في مكتب براءة الاختراع الاوروبيه. سجلناها طبعا انا ومعي فريق هناك. اشتغلنا، هو الاسبرين معروف تحضيره، لكن نحن استخدمنا عامل حافز من الروثينيوم، والروثينيوم عنصر كيميائي
فلز نادر من الفلزات النادرة، استخدمناه بطريقة التشعيع الأشعة، واستخدمناه كمادة حافزة، فحصلنا على الأسبرين أو أسيتايل سلسلك أسيد بصورة جيدة وعند درجات حرارة منخفضة، وتجنبنا استخدام الطريقة التقليدية اللي يستخدم فيها السلفوريك أسيد والفوسفوريك أسيد اللي هي حمض الكبريت وحمض الفوسفور اللي هي مواد تعتبر ملوثة في البيئة. فهذه الطريقة اللي استخدمناها طريقة يعني جيدة ونقية، وسجلنا فيها براءة اختراع في عام 2016. يعني يمكن هذا ما يخص الأبحاث اللي بدون الدخول في التوسع في تفاصيل الأبحاث هذه. طبعا في هناك أعمال إدارية حقيقة أنا اشتغلت فيها، يعني كنت رئيس القسم الكيمياء مثلا في كلية العلوم جامعة الملك سعود لفترتين رئاسيتين، يعني 4 سنوات. يعني خدمت القسم حقيقة، لابد أخدم القسم وزملائي، وكنا الحمد لله في وقتها كنا أفضل قسم في الجامعة في النشر العلمي. يعني كان قسم الكيمياء القسم الأول في الجامعة في غزارة النشر العلمي، وحصلنا على جائزة للقسم. طبعا من شو السبب ليش دائما تخصصات الكيمياء عندهم غزارة في النشر؟ حتى عندنا في اليوم في جامعة ملايا يعني دائما الكيمياء هي تأخذ التوب في النشر، شو السبب؟ والله شوف، الكيمياء طبعا تعرف هو مجال واسع جدا. نعم. مجالات الكيمياء يعني مجالات واسعة جدا من يعني الأبحاث، يعني علم لا نهائي أنك تشتغل فيه في الأبحاث. أيضا هو علم له مساس قوي بالاقتصاد، بالصناعة، بالأمور الطبية، بالأمور الغذائية، بأمور يعني الدوائية، في دواء، في التجميل، في غيرها. فهو داخل في كثير من أمور الحياة. يعني لما نقول الحفز، أنا تخصصي حفز في الكاتاليست. الكاتاليست هذا يعني الآن 90% وأكثر من أي مادة مصنعة في الدنيا في العالم يدخل فيها الحفز في إحدى خطواتها. لذلك الاشتغال على الحفازات وإنتاج حفازات جديدة، عوامل حافزة، كاتاليست يعني جديدة يعني متطورة و لها فانكشنز وكذا جيدة، هذا من المجالات الواسعة جدا يعني. وأيضا نحن في القسم عندنا باحثين كثير، يعني عندنا أعضاء هيئة التدريس متخرجين من مختلف جامعات العالم، وعندنا باحثين، عدد كبير من الباحثين، ولذلك عندنا إنتاج قوي حقيقة. يعني أنا رأست الجمعية الكيميائية السعودية أيضا لفترة 3 سنوات، انتخبت يعني عن طريق انتخابات رئيس الجمعية الكيميائية السعودية. و من أي سنة لأي سنة؟ من تقريبا 2000، احنا دائما نتكلم احيانا بالهجري، يعني تقريبا في بالهجري من عام 1427 الى 30، يعني يمكن تعادل عام من 1407 2007 إيه نعم. إلى 2010 أو كذا نعم. يعني نعم. إيه أي نعم. فرأستنا الجمعية لمدة 3 سنوات. الجمعية هذه فيها أنشطة متعددة، فيها مجالات البحث العلمي، فيها المجلات، مثلا عندنا مجلات علمية محكمة. نعم. عندنا سعودي كيميكال سوسايتي، جورنال أوف سعودي كيميكال سوسايتي، هذه مجلة يعني تنشر البحوث العلمية اللي هي بالريفيود يعني جورنال، والآن لها امباكت فاكتور تقريبا 5.8. اي، وعندنا ايضا مجلة اخرى اسمها اريبيان جورنال اوف كيمستري، ايضا هذه تصدرها الجمعية وهي بالتعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب، ايضا هذه تقريبا 5.3 الباك فاكتور لها الان، ايضا هذه مجلة بالريفيود وتنشر يعني الابحاث العلمية. نعم.
في الكيمستري وما حولها يعني. وأيضا الجمعية لها أنشطة في عندنا اتحاد عندنا الأولمبياد يعني الأولمبيادات في الكيمياء، مسابقات في الكيمياء. عندنا مجلة تعليم الكيمياء، كنت رئيس تحريرها، مجلة تعليم تعنى بتعليم الكيمياء، ومجلات أخرى وأعمال أخرى يعني داخل في خدمة المجتمع من خلال الجمعية الكيميائية، مؤتمرات، ملتقيات، ورش عمل لتوعية المجتمع بأهمية الكيمياء، عن مثلا الكيماويات المنزلية. نقيم مثلا مهرجانات في الأسواق، خطورة مثلا التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في المنازل وفي غيرها. فهناك أعمال كثيرة تخص المجتمع تقدمها الجمعية هذه. أيضا كنت انتخبت أمينا للاتحاد الكيميائيين العرب أيضا لمدة 3 سنوات. هذا الاتحاد هو يجمع الجمعيات الكيميائية في الدول العربية، وله يعني جمعية عمومية، وله الأمانة، كنت أنا الأمين العام لعدة سنوات. هذا طبعا يجمع المهتمين بالكيمياء في العالم العربي، وهناك مؤتمرات نعقدها كل سنتين تقريبا في دولة. وأيضا عندنا من أعمال هذا الاتحاد اللي هو أولمبياد الكيمياء العربي، اللي هو مسابقة في الكيمياء بين طلاب المرحلة الثانوية في الدول العربية، وهذا عقد يعني عدة مرات في المملكة وفي في الدول الأخرى، يعني في دول الخليج وفي في مصر، في المغرب العربي وفي غيرها، في الأردن وفي في الدول هذه. فهذه يعني أيضا من أعمال الاتحاد. من أعماله أيضا عندنا اللي هي الأريبيان جورنال أوف كيمستري اللي قلت قبل قليل، هذه تصدرها الجمعية الكيميائية ويشرف عليها الاتحاد الكيميائي للعرب. أيضا عند من الأعمال عندنا الجائزة العربية للباحثين العرب، هذه أيضا تقدمها الجمعية الكيميائية السعودية ولكن باسم الاتحاد، في الباحثين الشباب والباحثين السينيورز الكبار متخصصين في الكيمياء. في الكيمياء طبعا، في الكيمياء نعم. فجائزة تمنح للان قائمة جائزة يعني. كل كم تصدر الجائزة يعني، سنة ولا كل 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 اظن كل سنة الان يعني. نعم. فهذه طبعا من اعمال الاتحاد الكيميائي العرب اللي انا راس يعني كنت امين عام له لمده 3 سنوات. من الاعمال اللي قمت بها وهي لها تعلق بهذا، كنت يعني المسؤول عن الاولمبياد الكيمياء الدولي. هناك طبعا اولمبياد كيمياء دولي، مسابقه دوليه في الكيمياء، كنت انا الممثل المملكه فيها ابتداء من وزاره التربيه والتعليم، ثم احيل الموضوع الى 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 مؤسسه موهبه، مؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله للموهبه. فكنت انا المسؤول عن هذا على هذا الاولمبياد، انا ومعي فريق من الاخوه يعني. هذا الاولمبياد دولي، اشتركت المملكه لاول مره في عام 2006، كنا في كوريا الجنوبيه، تشارك فيه الدول 70 دوله. في ذاك الوقت كان في دولتين عربيتين، كانت الكويت ومصر كانوا يشاركون قبلنا فقط، ثم أتينا نحن. في ذلك السنة رأينا أنه مش يعني نتائج طلابنا ضعيفة جدا، سواء نحن أو طلاب الدول العربية الأخرى كنا في آخر القائمة. حتى كان في ذلك الوقت أيضا إسرائيل شاركت أول مرة في 2006 في كوريا. فلما جاءت النتائج وكانوا طلابنا ضعيفين، أحد الطلاب اليهود كتب العرب يحتاجون خارطة الطريق في الكيمياء، كتبها عند الطلاب يعني بين الطلاب، فصار بينهم وبين طلاب المصريين والعرب منازعة حول هذا الكلام، وصار بينهم
طبعا حلت المشكله. نعم، فلما رايت حقيقه مشاركات يعني نتائج ضعيفه في اللي شاركنا في كوريا الجنوبيه، شاركنا في روسيا، في هنغاريا، فكتبنا للاخوه في وزاره التربيه والتعليم انه يعني اما ان ندرب طلابنا بصوره جيده بحيث انه نواكب، لان لما سالنا الدول الاخرى وجدنا انهم يدربون طلابهم فترات طويله. نعم. نحن كنا ندربهم اسبوعين ثلاثه، ما غير كافيه. فالحقيقه الاخوه في الوزاره تجاوبوا وصار في اجتماعات برئاسه يعني كان سعيد وكيل الوزاره. فكان الحقيقه الراي ان يحال الموضوع الى مؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله الموهبه والابداع. نعم. اللي باختصار مؤسسه موهبه اسمها. هذه مؤسسه قويه وعريقه وتهتم بالمبدعين والموهوبين ولديها يعني قدرات ماليه ويعني اداريه ابداعيه الحقيقه. فكان الاتفاق ان تحال الاولمبيادات يعني الكيمياء والفيزياء والرياضيات لهذه المؤسسه. فبعدها طبعا يعني بدأنا نهتم بالطلاب حتى من مراحل مبكرة، صرنا ناخذ الطلاب حتى من نهاية الابتدائي. نعم. والمتميزين على مستوى المملكة. نعم. يكون في تصفيات على مستوى المدارس، على مستوى المناطق التعليمية، على مستوى يعني البلد، حتى نأخذ أفضل الطلاب. وفي كل مرحلة يكون في تدريب للطلاب حتى نصل إلى المرحلة العليا. استفدنا من مدربين أجانب، يعني تعاقدنا مع مدربين من 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 جمهورية من هنغاريا، كانوا يعني رأيناهم خلال السنوات أنهم متميزين في الأولمبيادات الدولي. وحنا أتكلم نحن في الكيمياء، زملائنا في الفيزياء في الرياضات أيضا يعني استفادوا من مدربين من دول أخرى. فالحقيقة اتفقنا معهم وكانوا يعني سيأتون عندنا هنا، وأحيانا الطلاب يذهبون هناك عندهم ويدربونهم. يعني بعد مشاركات أخرى شاركنا في اليابان، شاركنا في 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 في, في تركيا، في بريطانيا، في عدة دول، بدأ الطلاب يحققون ميداليات. من قبل ما كنا في 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 أسفل القائمة. نعم. نعم. فالحمد لله الآن طلاب المملكة في كل سنة 4 طلاب يحققون ميداليات فضية أو ميداليات برونزية. السنة هذه عام 2024 المملكة استضافت هذا الأولمبياد الدولي، وشارك فيه أكثر من 90 دولة شاركوا في هذا الأولمبياد، اللي هو في تحدي كبير حقيقة. الأولمبياد الدولي للكيمياء وحتى الفيزياء والرياضيات يعني هو يعني من ناحية العلمية أتكلم، يعني الأولمبياد كبير ومتميز، والأسئلة اللي توضع فيه يعني أسئلة يعني لا يحل أي طالب تقليدي، حتى الطلاب الدكتوراه لا يحلونها. يحتاج الطلاب متمرسين في مثل هذه المسائل. نعم. سواء في الجانب العملي أو الجانب النظري. في الحقيقة صار طلابنا يحققون يعني، وأيضا غير من الطلاب العرب الآن بدأت بعض الدول العربية تدخل في الأولمبياد هذا، مثل العراق. طبعا كما أشرت لك الأخوة في الكويت، الأخوة في مصر. نعم. يمكن مصر الآن توقفوا لهم سنوات. في سوريا الأخوة في سوريا الآن يحققون مراكز جيدة. نعم. الإمارات العربية المتحدة أيضا يشاركون وحققوا ميداليات. نعم. السنة هذه نعم عند شارك في الأولمبياد الدولي في الكيمياء دولة العراق والأردن والمغرب، شاركوا كدول مراقبة. النظام هذا الأولمبياد الدولي أن تشارك الدولة سنتين بصفة مراقب، يعني بدون طلاب، يحضرون والمراقبين اللي هم المسؤولين والمشرفين اللي هم متخصصين في الكيمياء، ويشاهدون ويطلعون على الأسئلة وكذا، وبعد سنتين يشاركون بطلاب. فنتمنى إن شاء الله أن الأخوة في العراق والأردن والمغرب أن يشاركوا وأن يكونوا مستعدين فعلا، وأن يعني في تدريب الطلاب بتدريب جيد، بحيث انهم يحققون يعني مراكز
جيدة منذ البداية يعني. والله الاهتمام للإعلام حقيقة عندي اهتمام مبكر فيه، يعني منذ كنت في المرحلة المتوسطة والثانوية كنت أشارك في الإذاعة المدرسية، في الثانوي كنت أنا مثلا فترة مشرفا على الإذاعة المدرسية الثانوية، وكنت حتى أذكر عندنا كان برنامج في التلفزيون السعودي اسمه أبجد هوز، كان كل أسبوع يأتون يعني مسابقة هي بحرف من الحروف العربية اللغة العربية تكون الأسئلة في هذا الحرف. فذيك السنة لما كنت أنا في ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي نسيت، كان عقد كان جاء التلفزيون وسوى البرنامج في القصيم، فالمدرسة الثانوية رشحوني أن أكون أنا مشارك يعني. فبدأ عندك الاهتمام. إيه نعم، فشاركت في ذاك البرنامج واستمرت اهتماماتي في الكتابة مثلا. نعم. في الإعلام. نعم. يعني كنت أشارك في الكتابات في المجلات مثلا. نعم. منها مثلا مجلة البيان، مجلة تصدر عن المنتدى الإسلامي في لندن، وكنت شاركت في الكتابات فيها، وشاركت في كعضو هيئة التحرير في التقرير الارتيادي. نعم. هو تقرير سنوي يصدر عن. نعم. حول العالم الإسلامي وأوضاع العالم الإسلامي يعني. من ضمن المشاركات كان عندنا رابطة اسمها رابطة الإعلام المرئي الهادف، تضم عدد كبير من القنوات الفضائية. نعم. ومراكز الأبحاث ومراكز التدريب المهتمة بالإعلام، فكنت يعني نحن أسسناها بفضل الله، وكنت أنا الأمين العام لها لعدة سنوات، يعني تهتم بالإعلام وتدريب العاملين في الإعلام وتكامل بين المؤسسات الإعلامية وبين القنوات الفضائية. نعم، فهذه من المجالات. أيضا من ضمن الاهتمامات الإعلامية عندنا مؤسسة هي عبارة عن دار النشر للروايات، فعندنا دار رواية اسمها هنا تصدر في المملكة تصدر الروايات وقصص الأطفال والناشئة، يعني فأصدرنا أكثر من يمكن 300 إصدار حتى الآن، يعني أنا رئيس مجلس إدارتها يعني. نعم. فالاهتمام بالإعلام يعني أرى أنه يعني أداة لإيصال صوتك أو صوت يعني ما عندك وما ترى أن الناس يستفيدون منه، سواء بوسيلة إعلامية فضائية أو بوسائل التواصل الاجتماعي الآن، أو من خلال الكتابة والروايات اللي الآن كثير من الشباب والفتيات يعني يحبذونها ويهتمون بها، فهي يعني مجالات معينة، يعني مجال للتأثير يعني. من الأمور اللي أنا يعني أعمل عليها حاليا وهي على طور الانتهاء إن شاء الله، ترجمة بعض الكتب يعني اللي في مجال اختصاص، فعندي في كتاب في يعني اسمه Ordered Miziborous Material اللي هي المواد ذات المسامية متوسطة، يعني لها مسامات متوسطة المترتبة يعني. كتاب كبير حقيقة، هذا صحيح استفدت منه كثيرا يعني أثناء الترجمة، وهو يوشك النهاية ومعي زميل آخر، وأيضا كتاب آخر في البوليمر أيضا ترجمه. كيف بالنسبة للمصطلحات باللغة الإنجليزية يعني، هل في يعني كيف تتعالج هذا؟ هو الحقيقة جيد سؤالك الحقيقة، لأنه من ضمن أعمال اتحاد الكيميائيين العرب أصدرنا ترجمنا معجم أكسفورد للكيمستري. نعم. في تعريب المصطلحات. نعم، تم تعريب كل مصطلح في الكيمياء. في الكيمياء يعني هو معجم ضخم حقيقة. نعم. معجم أكسفورد في الكيمستري، طبعا أخذنا الامتياز عن طريق الجامعة بموافقة من أكسفورد بريس. وترجمناه طبعا عن طريق اتحاد الكيمياء العرب وجمعية الكيمياء السعودية، شاركوا اخوه من سوريا ومن مصر
ومن السودان وعندنا من السعودية في ترجمة هذا المعجم. نعم. فكان يعني مفيد للكيميائيين يعني الباحثين العرب الذين يشتغلون في الترجمة، فنستفيد منه في ترجمة بعض المصطلحات يعني اللغة الإنجليزية اللغة العربية. فهذه من ضمن الكتب اللي يعني نعمل عليها، وهي يعني في مجال الاختصاص يعني. والله لا شك البحث العلمي هو أساس الحقيقة التقدم، يعني لا يمكن يكون بحث يكون دولة تتقدم وهي ليس عندها أساس يعني أساس في البحث العلمي، وإلا ستبقى دائما عالة على غيرك، تأخذ منتجات غيرك وكذا. فالبحث العلمي طبعا لا شك أنه مهم جدا كأحد أدوار الجامعات والأساتذة أعضاء التدريس في الجامعات. فعندنا مجال التعليم ومجال البحث العلمي ومجال خدمة المجتمع، يعني هذه فهو ركيزة أساسية. ولذلك نحن في جامعة الملك سعود يعني عندنا في كل كلية هناك مركز بحثية، تعتبر من الجامعات البحثية أسوشن يونيفرستي جامعة الملك سعود، صحيح؟ هي نعم، نحن في السنة هذه كانت هي ترتيبة 90، يعني من 100 الأوائل في جامعة في تصنيف شنغهاي. نعم، يعني كأول جامعة في الشرق الأوسط، نعم، أو في الدول العربية وفي أفريقيا تدخل التصنيف، تكون في 100 الأوائل. فهي يعني متميزة في البحث العلمي يعني وغيره من الجامعات، لكن أتكلم عن الجامعة التي يعني أنا فيها وأفخر أنني فيها منذ أن دخلت الجامعة، منذ أكثر من 40 سنة كطالب ثم معيد ثم عضو تدريس. نعم. فالبحث العلمي لا شك أنه مهم جدا، و أنا أدرس الآن، عندي مثلا مقرر في الكيمياء الصناعية، ومن ضمن الأشياء اللي أدرسها الطلاب أنه أهمية يعني الشركات الصناعية، و يعني أن يكون عندها R&D يعني Research and Development Center، أن تكون دائما عندها مراكز بحثية تستقطب الباحثين وتستفيد منهم. فيعني هذا يعني يجعلك يعني تحل مشكلاتك، يعني لا تحتاج انك اي مشكله عندك في البلد تذهب تبحث عن حل خارجي. اذا البحث العلمي حل مشكلات، هو جزء منه. نعم، تشخيص المشكلات وحل المشكلات، وهذا اللي يجب ان يكون، اذا لا يكون اساس نظري. يعني يحدث احيانا ان يكون هناك كثير من الابحاث هي فقط للترقيات العلميه، وربما تبحث في مجالات نظريه بحته، لكن اللي يفترض الان اللي يهتم فيه، ونحن في المملكة عندنا رؤية 2030 تهتمت بالبحث العلمي، وخصوصا في مجال تخصصنا، في مجال البتروكيميكالز البتروكيماويات، في اهتمام به وفي تركيز عليه، وفي تشجيع للباحثين، وفي دعم. يعني عندنا في الجامعة عندنا شيء اسمه الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، تدعم الأبحاث التطبيقية. طبعا دائما لابد تكون الأبحاث تطبيقية، وعندنا يعني أيضا يعني مجالات أخرى لدعم البحث العلمي، وهناك جوائز سنوية تمنح للبحث العلمي للباحثين، وتكرم الجامعة كل سنة الباحثين المتميزين. فالبحث العلمي مهم جدا في حل المشاكل، ويجب أن يكون حقيقة هناك ارتباط قوي بين الباحثين في الجامعات والعاملين في الصناعة وفي المصانع وفي الشركات الصناعية، بأن يكون هناك يعني تعاون في حل ما يطرأ من إشكالات. رأينا مثلا في الغرب لما كنا ندرس في مثلا في بريطانيا، وحتى كل درسوا في أمريكا وفي غيرها، الطلاب اللي يدرسون مثلا معك ليسوا مثلنا فقط مبتعث من الجامعة كذا، تجد هذا هذا يعني مدعوم مثلا من شركة بريتش بتروليوم مثلا، وهذا من شركة ICI، وهذا شركة، تجده يبحث في قضية معينة، مشكلة معينة لهم. نعم، سووا فند له، يدعمونه، يعني يدعمون الأستاذ اللي يعني يشرف عليه، وتجده هدفه في هذا
البحث الماجستير أو الدكتوراه هو حل مشكلة في الشركة قائمة عندهم. ولذلك تجد دائما مع تواصل مع له مشرف في الشركة نفسها والمشرف اللي في الجامعة. فدائما تجدهم وهكذا الطلاب الصينيين من الصين تجدهم يأتون لأهداف معينة ولنقل يسمون نقل التكنولوجيا نقل التقنية. فالبحث العلمي لا شك أنه يعني أمر حيوي ومفيد جدا يعني في مهم جدا للبلد. أيضا يمكن ينفع متخذي يعني السياسات والحكومة يعني إذا واحد هذا يتخذ أي نوع من الأنظمة والقوانين ولا شك يستعينون بالجامعات. طبعا طبعا إذا 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 تينا إلى الأخوة الباحثين في مجالات الأخرى في 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 المجالات في القانون في السياسة في 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 غيرها أقول لك كلهم يعني نعم لا شك لا شك إنهم باحثين. يعني في عندنا مثلا في المملكة عندنا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا الكاوست جامعة كلها بنيت على البحث العلمي و نعم في الريسيرش والبحث العلمي. فالبحث العلمي لا شك انه أداة مهمة يعني يعني حتى يعني الاقتصاد البلدي يبنى على البحث العلمي احيانا. فانت اذا عندك نعم يعني اذا عندك مثلا استطعت انك في البحث العلمي وعندك باحثين حصلوا على مركب معين حصلوا على كاتاليست عامل حافز يؤدي الى عمليات يعني حفزيه مؤثره و فيمكن يبدا الاقتصاد يعني يمكن تبيع هذه التقنيه. والله الحقيقه منصه اريد الحقيقه هي مبادره نوعيه وتشكر عليها الحقيقه دكتور شخصيا في انه يعني دكتور سيف سويدي يعني انشأها في هذه يعني هي حقيقه جمع الباحثين العرب في هذه المنصه ومن دول مختلفه وحتى في الخارج خارج الوطن العربي ان يلتقون. وثم جاءت الان التقنيه الاجتماعات عن بعد الحقيقه زادت زخم هذه المنصه. وما نراه الان من المحافل التي تعقد في هذه المنصه والورش العمل والمؤتمرات حقيقة تبعث على الارتياح حقيقة. يعني مع الأسف الباحث العرب ما في تواصل بينهم أحيانا يمكن يشاركون في مؤتمرات خارجية أجنبية بدون أي تواصل بيني يعني بينهم يعني. فوجود هذه المنصة الحقيقة نشوف أنه يعني قرب الباحثين العرب من بعض ويعني أوجد يعني ممكن يفترض أن يكون في كانتونات للاختصاصات يعني اللي في المجالات الكيمياء في الفيزياء في الاختصاصات الأخرى الشرعية الاقتصادية. فحقيقة هذه المنصة أنا أرى أنها يعني إبداع والمجلات التي المحكمة التي تصدر عنها أيضا هذا التطور. الخطوة الأخيرة هي للجامعة جامعة أريد هذه أيضا خطوة متقدمة الحقيقة وإن شاء الله يكتب لها النور والنجاح وأن تكون يعني نجما في 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 سماء الجامعات غير الحكومية. فالحقيقة أنا أشوف أنها يعني فتح في مجال العلاقات العربية البينية حقيقة. وانا يعني اتمنى ان شاء الله ان تستمر في التقدم وفي الازدهار. وهي الحقيقه انا اشوف انها ولدت كبيره الحقيقه يعني لم تمر كغيرها من المشاريع بمرحله ركود. ارى انها انطلقت انطلاقه كبيره يعني في ظل عمرها قليل. وايضا عدد الباحثين الان اكثر من 120 الف من الباحثين العرب موجودين في منصه واحده. أشوف أن هذا يعني إنجاز حقيقة يعني يشكر للقائمين عليها. في أحد الأوسمة عندنا في المنصة حضرتك حصلت عليه وسام اسمه المسؤولية المجتمعية ولكن تم التقليد على هامش المحفل 14 اللي صار في أربيل
فهذا الوسام لحضرتك خاص اسمه وسام المسؤوليه المجتمعيه. بارك الله فيكم. شكرا. الوسام في ايضا المحفل يعني اللي هو صار على الهامش المحفل العلمي الدولي 14. نعم. يعني انا كان لي الشرف الحقيقه اني شاركت معكم في عن بعد طبعا. نعم. في 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 محاضرات عن التنميه المستدامه، دور الجامعات التنميه المستدامه، الجامعات السعوديه نموذجا. الحقيقه انا استفدت عندما تحضير هذه المحاضره كاشياء يمكن ما كنت انا مطلع عليها، لكن حقيقه كان ممكن التسجيل. نعم نعم. الله يجزيك خير، شكرا على هذا اللقاء وعلى الوقت اللي خصصت لنا اياه، يعني في لقاء عالي من فوق المنصة. الله المستعان. ليس عالما انما يعني مشاركا يعني، والا العلماء منصب العلماء منصب كبير حقيقة. نعم. بارك الله فيكم وشاكر لكم اهتمامكم واستضافة.